السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد. خبرنا اليوم كتير بيهم أصحاب المطاعم والمقاهي بالسويد. نقلا عن التلفزيون السويدي، الحكومة تنوي إجبار المطاعم والمقاهي على كتابة مصدر اللحومات اللي بتقدمها في الوجبات لزبائنها. طبعا هذا الشيء مطبق بالنسبة للمتاجر، يعني أي متجر بالسويد لما أنت تروح تشتري لحم فبيكون مكتوب عليه من وين مصدر هذا اللحم، من أي دولة على سبيل المثال. لكن مستقبلا الحكومة راح تعمل هذا الشيء كمان إجباري للمطاعم والمقاهي اللي بتقدم اللحوم، فلازم تكون بقائمة الطعام أو المنيو لازم يكون موجود مصدر هذا اللحم من وين قادم، من أي دولة. طبعا هذا القانون مطبق بدول أوروبية تانية مثل فرنسا وإيرلندا، والحكومة السويدية أول شيء راح تبلغ المفوضية الأوروبية أنه هي راح تعمل هذا الشيء، وبعد موافقة هاي المفوضية والاتحاد الأوروبي فراح يتم تطبيق هذا الموضوع. طبعا التلفزيون السويدي ما ذكر إمتى راح يتم تطبيقه، بانتظار جواب مفوضية الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن أو لهذا الموضوع أو لطلب الحكومة السويدية. ومتوقع ممكن يكون برأي الشخصي بعام 2023. هيك نحن نوصل لختام هذا الفيديو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.